وفيديو اليوم راح يكون عن الباونتي هانتر رول، وراح نلخص هذا الرول في 10 خطوات لتكون أنت أفضل باونتي هانتر. أخوكم تركي من قناة جيمر بريف أرحب بكم ويلا نبدأ. ولشراء هذا الرول كل اللي عليك أن تتوجه إلى شارف مدينة روت، راح يبدأ معك مقطع سينمائي، وبعد انتهاء هذا المقطع راح يتم تخييرك لشراء هذا الرول دفعة واحدة بـ30 سبيكة ذهبية أو شراءه على دفعتين أي بدون البرستيج، وراح يكلفك 15 سبيكة ذهبية. ونصيحتي هنا، إذا تملك 30 سبيكة ذهبية فعليك أن تشتريه بالبرستيج، ومع البرستيج راح يكون الرول معك أمتع وفي التلفيل أسهل. والخطوة الثانية، ينقسم الباونتي إلى 4 أنواع. النوع الأول راح يكون عليه علامة الدولار، بإمكانك لعب مهماتهم من الرانك 0 إلى الرانك 5. والنوع الثاني بكل تأكيد عليه علامة دولارين، وبإمكانك لعب مهماتهم من الرانك 5 إلى الرانك 10. والنوع الثالث 3 دولارات راح يبتدئ معك من الرانك 10. والنوع الرابع والأخير اللي هما الليجندري، وهذا لابد من امتلاك البرستيج أي بـ15 سبيكة ذهبية. وإذا اشتريت الباونتي هانتر رول بـ30 سبيكة ذهبية راح يتم فتح جميع أنواع الباونتي من الرانك الأول. والخطوة الثالثة لتلفيل هذا الرول، كل اللي عليك أن تلعب مهمات الباونتي، ولتحصل على بوستر الباونتي كل اللي عليك توجه إلى أقرب ستيشن أو أي شرف تبع أي مدينة. إذا وصلت إلى الرانك 10 بإمكانك لعب مهمات الـ3 دولارات، وهي الأفضل في الإكس بي والجولد والكاش. وإذا كنت في الرانكات الأولى ولا تمتلك البرستيج، اختر بوستر الدولار أو الدولارين، ولكن لا تنهي المهمة إلا بعد مرور 9 دقائق أو 12 دقيقة. وهنا نصل إلى الخطوة الرابعة، وهي طريقة الدفع في الباونتي هانتر. كل ما أطلت المهمة حصلت على المكافأة بشكل كامل، وألا يزيد على نصف ساعة ولا يقل عن 3 دقائق. ونصيحتي، استمر على 9 دقائق أو 12 دقيقة، وبنظري أشوفها كافية. وبالتالي نصيحتي، قبل تسليم الباونتي انتظر عند باب الشرف حتى تكمل 9 دقائق أو 12 دقيقة، وبكذا راح تضمن المكافأة المناسبة والإكس بي لتلفيل هذا الرول، علما بأن التقدم ما بين الرانكات تحتاج إلى 2000 إكس بي، وكل ما كانت المهمة أصعب والوقت أطول راح تحصل على إكس بي أكثر، وخصوصا الليجندري باونتي. وهذا كلامنا في الخطوة الخامسة، والدي إل سي الليجندري باونتي هو ما جعل هذا الرول من أفضل الرولات اللي موجودة في الساحة حاليا، وعددهم 13 ليجندري باونتي، وبإمكانك اختيار مهمة أي ليجندري باونتي عن طريق أي بوستر. تبدأ الصعوبة من رقم 1 إلى رقم 5 تدريجيا، وبصراحة أنصحكم بلعبها يوميا، وراح تعود عليكم بالفائدة من ناحية الإكس بي والكاش والجولد. والأفضل إكمال المهمة خلال نصف ساعة، علما بأن لو أنهيت أي مهمة ليجندري باونتي راح يكون الانتظار 48 دقيقة للبدء بمهمة ليجندري باونتي أخرى. وتفاصيل الدفع بين مهمات الليجندري مختلفة ما بين مهمة ومهمة، وراح أتكلم عنها في فيديو لاحق بإذن الله تعالى. وقبل ما تبدأ مهماتهم، كل اللي عليك تنظف أسلحتك وتزود برصاص الإكسبرس، وخلي معك تونيكس ومأكولات جيدة، ويا عزيزي المتابع استمتع. ومن وجهة نظري يعتبر أفضل DLC مناصفة مع DLC البلاد ماني والـ3 مجوهرات، كل صراحة شيء عظيم، والتجربة فريدة من نوعها. ويا هلا وسهلا بكم مرة ثانية، وننتقل إلى الخطوة السادسة، وهي معرفة مزايا هذا الرول عندما نتقدم بين الرانكات. وفي الرانك السادس رح نحصل على توسعة لشنطة الأدوية، وفي الرانك التاسع راح نحصل على توسعة لشنطة الأغراض الثمينة، وكذلك بإمكاننا شراء الحبل والبولاس، وهذه تعتبر من أفضل المزايا اللي راح نحصل عليها في هذه اللعبة. وبإمكانك القبض على الباونتي بهذا البولاس اللي راح يكلفك طبعا $30. كل اللي عليك أن ترميه على الباونتي أو حتى أحد اللاعبين، وبعد ما يسقط أرضا بإمكانك تربيطه بالحبل، وبإمكانك استعادة البولس، وبإمكانك شراء البولس عن طريق الكتالوج أو الفنس، والحبل بإمكانك شراءه عن طريق الكتالوج وبـ$350. وبعد ما تصل للرانك 10 بإمكانك شراء عربة الباونتي، وراح تفيدك كثيرا عند القبض على عدد كبير من الباونتي، وكذلك ضمان عدم هروب الباونتي أو عدم الموت. وتكلفة هذه العربة $875، بإمكانك شراء عن طريق الكتالوج أو عن طريق أقرب إسطبل. وفي الرانك 24 راح نحصل على توسع
لشنطة الأطعمة. في الرنك السابع رح نحصل على أفضل مزايا اللعبة وهي الجري أثناء عمل إيجل آي، ورح تلاحظ لاعبك صار سريع جدا خصوصا عندما تبحث عن أشياء الكوليكتر، وهذه الميزة لحالها مغرية لشراء هذا الرول. والخطوة السابعة عند وصولك للرنك الخمستعش كانك الآن القبض على الباونتي هانتر في الفري روم أو اللاعبين. وبكل صراحة المكافأة لا تستحق الجهد والوقت والعناء اللي تبذله عشان تقبض على الباونتي خصوصا من اللاعبين، وكذلك لن تحصل على أي جول. كل صراحة أنصحك بتجاهل الفري روم إيفنس للباونتي هانتر. نعم صحيح رح تحصل على إكس بي، ولكن في طرق أفضل وأضمن ومتوازنة مع جهدك ووقتك، ورح تحصل كذلك على إكس بي وكاش وجولد. والخطوة الثامنة حافظ على ديلي تشالنج لرول الباونتي هانتر. غالبا تكون الديلي تشالنج سهلة جدا، مثلا أقبض على 3 باونتي من بوستر نيو أوستن، أو قم بتلويث 3 باونتي، أو تصوير 3 باونتي، وكل ما تنهي تحدي راح تحصل على 200 إكس بي، أي بالمجمل راح تحصل على 600 إكس بي إذا أنهيت 3 تحديات يومية لرول الباونتي هانتر، وهذا راح يفيدك كثير في تلفيل هذا الرول. والخطوة التاسعة احذر من أماكن بعض الباونتي، حيث بعض الأماكن لا تتناسب مع الوقت والجهد وأعتبرها فخ. عندما تقبض على الباونتي يكون التسليم بعيد والوقت قصير. كل أسف بعض المهمات يعمل المؤقت وأنت لا تعلم عنه، ويعمل المؤقت متأخرا، أي بعد ما تقبض على الباونتي وتتفاجأ بأن موقع التسليم بعيد جدا مقارنة مع الوقت. والخطوة العاشرة والأخيرة راح نحصل على حركات من الباونتي هانتر رول، مثل حركة الدكينج أثناء القتال، والحركة جدا ممتازة وتضيع الإملاك ضدك، ولكن احذر من استخدامها ضد اللاعبين لأنه ربما يقتلوا خيلك، وكذلك تتطلب الكثير من استخدام الاستمنة. كل اللي عليك تأيم تضغط علامة المربع، وكذلك بإمكانك عمل سبيننج بالسلاح، وكل اللي عليك اضغط مرتين L1 وبعدها اضغط R1. بإمكانك عمل حركات فريدة وذلك بالضغط على المثلث والمربع، وبإمكانك كذلك إضافة حركات أخرى، وكل اللي عليك اضغط سهم يسار واختر Gun Spinning. راح تلاحظ مجموعة خيارات، اختر الخيارات والمودات المناسبة لك، ستجد طبعا خيارات إضافية على يمين الشاشة، وبإمكانك التبديل بينها لحركات فريدة أكثر. ويبقى أن أذكرك عزيز المتابع، يجب عليك تسليم الباونتي حي نرزق، وحتى تستلم المكافأة بشكل كامل وعلى إكس بي أكثر، وهذا الرول يملك أفضل الثيمات لمخيمك، وكذلك يملك أفضل الأوتفيت. زر أقرب مكان ملابس واطلع عليها، وفعلا هذا الرول يستحق كل هذا الحب، وهو الرول الوحيد اللي يعطيك طبعا جولد وكاش في نفس الوقت. وبإمكانك البدء بهذا الرول، ولكن بعد نزول تحديث البلاد ماني فكرة البداية بهذا الرول أؤخرها قليلا، وأنصح أي لاعب مبتدئ بشراء الكوليكتر. وبإمكانك اللعب بالبلاد ماني، ولكن مزايا الباونتي هانتر رول لا يمكن تأخيرها. وإلى هنا نصل إلى ختام الفيديو، لا تحرموني من دعمكم باللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد، والقادم بيكون أجمل، رح نعمل مقارنات وأشياء كثيرة. فعلوا التنبيهات وأشوفكم على خير في الفيديو القادم، وفي أمان الله.